تقنيتي على اموال الاموال فين رايحه الثروات الطائله. والرأسماليه لفين وصلت؟ طبعا احنا هيكون معانا موضوع يعني لا يقل اهميه، موضوع فعلا برضو بالارقام، ارقامه مفزعه جدا ومخيفه جدا ومتسببه في الكثير من الوفيات على مستوى العالم. هنتابع مساله الاورام اللي للاسف الشديد منتشره بشكل كبير في مناطق كثيره في العالم، وحتى الان غير معروف اسبابها، وحتى الان ايضا لم يكتشف لها العلاج الفعال الذي يخضع القاطع اللي ما عاد فيهوش رجعه. طبعا ده هنتعرف عليه بعد الفاصل. بعد الفاصل، المؤتمر السنوي الخامس لأمراض السرطان ونخبة من أكبر الأطباء من أنحاء الوطن العربي. سينار، أشرتي إلى نقطة كل ما تيجي وجعني قلبي، لأني حسيت بالمأساة وعشرتها لمدة شهر في اليمن على الأطفال السرطان. كل يوم كانت حالة، شيء مرعب. الأورام طبعا مجموعة كبيرة من الأمراض التي تنتشر بين مختلف أجناس العالم وأعماره، والتي أصبحت تشكل سببا من أهم أسباب الوفيات بالمستوى الأول في معظم الدول الصناعية ودول العالم الثالث. يعني الأورام طبعا أنت عارفة العلاج، علاج الأورام مش بس طبي وصحي، نفسي أيضا طبعا. احتواء مريض الأورام يمكن ربما الدور ده لا يقل أهمية عن دور العلاج الكيميائي والعلاج الدوائي والعمليات. الدعم النفسي طبعا مهم، ودايما الأطباء بيلقي عليه جزء كبير جدا من العلاج نفسية المريض. بنسبة شفاء فعلا، لأنه بيقاوم فبيزيد المناعة، فبتحس أن عندك اليوم. والله كنت حتى خلايا نفسك تتجدد. بتابع فيلم أجنبي كان عن شاب، فتاة عندها سرطان القولون، هي عادية عايشة في حياتها عادي، فجأة اكتشفت ان عندها المرض. كيف بتتعامل مع اللي حولها واللي حولها بيتعاملوا معايا؟ نهايتها طبعا كانت الموت، لكن فترة الحياة كيف كانت بتعايش مع المرض وكيف للأسف علشان كده محتاجين فعلا نزود الوعي لدى البشر، لأنه يعني وبعتذر طبعا ان انا بقول كده، انه ما حدش فينا بمنأى طبعا عن الاصابه باي شيء لا قدر الله. وبالتالي يعني مهم ان احنا نتعلم ازاي ممكن نتعامل مع مريض الاورام. من اجل ذلك اقامت الجمعيه العلميه مؤتمر، او الجمعيه المصريه للاورام، مؤتمر لكيفيه القضاء على الاورام وايضا على كيفيه التعامل مع مرضى الاورام. من أجل نشر الوعي لتجنب الإصابة بمرض السرطان، عقدت الجمعية المصرية للأورام مؤتمرها السنوي الخامس بحضور نخبة من كبار الأطباء من جميع أنحاء العالم العربي. هو المؤتمر ده هو المؤتمر الخامس للجمعية المصرية لعلوم السرطان، بيعقد مرة كل سنة، للغرض منه نقل الأبحاث الحديثة التي تمت شرحها في الولايات المتحدة الأمريكية من خلال الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام، جمعية مشابهة للجمعية المصرية، بس في الحقيقة طبعا عدد الحضور هناك بيبقى رهيب، يعني حوالي 4000 مشترك في المؤتمر. الجمعية الأمريكية بترسل لنا أفضل 50 بحث تم إلقائها في هذا المؤتمر، وإحنا بنختار منهم حوالي 40 بحث بيتم عرضهم خلال يومين. يهدف المؤتمر إلى عرض أفضل الأبحاث والاكتشافات العلمية الخاصة بعلاج الأورام، كما ناقش المؤتمر أحدث الأبحاث العالمية لعلاج السرطان، وذلك بنشر التوعية وشرح المخاطر المترتبة عن الإصابة بهذا المرض. هذا المؤتمر يعني يعتبر ثقة في من الجمعية الأمريكية لعلاج الأورام في أنها تدي حق تنظيم هذا المؤتمر سنويا لجمعية السرطان المصرية، لأنه بيعرض أهم الأبحاث التي تنشر على أعلى مستوى في العالم في المؤتمر السنوي للجمعية الأمريكية، أنه يعاد نشرها في مصر. ودي الحقيقة بتدينا دفع قوية كعلماء مختصين في مجال تشخيص وعلاج الأورام بأن احنا نطبق أحدث ما هو موجود في هذا المجال. بعد انتشاره كأكثر أنواع الأمراض في العالم، يعد السرطان ثاني الأمراض المسببة للوفاة بعد أمراض القلب والأوعية الدموية، ويعتبر التدخين من أهم العوامل المسببة للإصابة بسرطان الرئة والأورام الأخرى. إسراء عاصم، الغد العربي،
القاهرة. الله ربنا يعافي الناس يا رب. معنا في هذه الفقرة دكتور أحمد مصطفى استشاري جراحة الأورام المعهد القومي للأورام. أهلا ومرحبا بك. دكتور أحمد، يعني إيه الأورام؟ كلمة مرعبة. هي يعني لغايه دلوقتي الناس فعلا بتتحفظ في ذكر الاسم، يعني دايما يقول لك المرض الوحش، المرض الخبيث، المرض اللعين. هل في انواع من الاورام لا تثير الفزع؟ اللي هي الاورام الحميده مثلا، او هي الاورام هي عباره عن تمرد خلايا الجسم عن النظام اللي ربنا عامله للسيطره للسيطره على الخلايا، يعني زي طفره كده بتحصل في الخلايا. يعني الاورام الخلايا السرطانيه بترفض تحكم الجسم، فبتدي تنمو فتعمل مشاكل، سواء تعمل ورم في مكان، تعمل نزيف في مكان، تعمل انسداد في مكان. ده الورم، هي خلايا متمردة. أغلب الأورام حميدة. أغلب الأورام حميدة. تمام. مشكلة تحفظ. على العكس السائد يمكن. لا، ما هو إحنا في الحقيقة يهمنا إن إحنا نعرف الناس. أو تبدأ حميدة. لا، أغلبها حميدة. تمام. مشكلة تخوف الناس من ذكر الأورام أو السرطان مشكلة كبيرة، لأن عند مجابهتهم للورم بيبقى في فترة من الإنكار. الفترة دي بتحسب من عمرهم طبعاً، وبتحسب عليهم، لأن هم بيتأخروا في اللجوء للطبيب. فبيوصلوا للطبيب في مرحلة متأخرة، فده طبعا بينعكس على العلاج وينعكس على نتائج العلاج. طيب كيف نقدر يا دكتور يعني خلاص احنا أصبنا، بس كيف المريض يقدر يكتشفها بدري، خاصة إذا كان في منطقة نائية مش متعلم؟ وغالبية الناس هم للأسف اللي بيصابوا بمثل هذه الأمراض بتكون البيئة المحيطة غير مساعدة لأنه يكون بصحته وبكامل صحته. إحنا عندنا الأعراض التحذيرية للأورام. الأعراض التحذيرية للأورام تقريبا 7 أعراض. المجموعة الأولى من الأعراض هي وجود ورم أو كلكوع في أي مكان في الجسم، نزيف غير مبرر من أي مكان في الجسم، قرحة يعني فقدان جزء من النسيج، أو تغيير في شكل أو حجم وحمة. المجموعة دي من الأعراض عند حدوثها نتوجه للطبيب مباشرة. هذا الظهرية بالنسبة للأعضاء الظهرية. طب ما هو بيصيب أو نزيف معروف، الورم معروف، والقرحة معروفة، أو وحمة أو شامة تغير شكلها أو حجمها. ده الحاجات السطحية بالنسبة للأعضاء الداخلية. دي هي المجموعة الأولى من الأعراض التحذيرية. تمام. المجموعة الثانية من الأعراض التحذيرية تغير في عدد مرات دخول الحمام مضى عليه أكثر من شهر، صعوبة في البلع مضى عليها أكتر من شهر، دم صعوبة مثلا في البراز أو شيء. ما احنا قلنا من الأول حدوث نزيف غير مبرر، ده من المجموعة الأولى. المجموعة الثانية بعد تغيير في عدد دخول مرات الحمام، صعوبة في الهضم مضى عليها أكتر من شهر، صعوبة في البلع مضى عليها أكتر من شهر، كحة مزعجة مضى عليها أكتر من شهر. ارتفاع بيجي في ارتفاع درجة الحرارة غير مبرر ممكن؟ طبعا اعراض كثيره، لكن بنتكلم على الاعراض التحذيريه. تمام. او بحه في الصوت مضى عليها اكتر من شهر. اغلب المجموعه الثانيه من الاعراض بتبقى اعراض لامور بسيطه، لكن لو فضلت واستمرت لمده شهر ولم نتمكن من علاجها، المريض لازم يتنبه ولازم يروح لنفس الطبيب اللي راح له المره الاولانيه وما يغيروش، ويقول له انا ما خفتش على بس حضرتك اللي بتقوله ده عرض في اماكن متفرقه، يعني بحة الصوت، صعوبة البلع دي منطقة، دخول الحمام الكتير دي منطقة تانية. إذا مش لازم تجتمع الأعراض دي مع بعضها. لا طبعا، أي عرض من هذه الأعراض هي أعراض تحذيرية لمنطقة معينة، لكن بدون شك مش معنى أن لو واحد عنده هذه الأعراض أنه هو عنده أورام. أغلب الظن مش هيبقى عنده أورام، بس هو يبقى متنبه والطبيب بتاعه يبقى برضه متنبه انه هو عنده مريض ما خفش بالرغم من العرض من ده العلاج، بالرغم من العلاج. فالطبيب هيتنبه، فيبتدي يطلب له اشعه اكتر، زي اشعه مقطعيه مثلا، يطلب له من منظار. فساعتها المريض لازم يستجيب للطبيب عشان نبتدي تشخيص بدري. يعني مش تسويف او بيطول امد الاكتشاف؟ لا، على الاطلاق. يعني انه ممكن يكون من باب اولى بقى انه الطبيب يبدا على طول بخطوه التحاليل. لا، يعني اصل صعوبه الهضم مثلا، صعوبه الهضم دي حاجه شائعه جدا. يعني وشيوع واغلب اسبابها ملهاش اي علاقه بالاورام. احنا اللي لاحظنا، بس انا بقول لك انه مش كل الدكاتره شاطرين، مع كامل احترامي، في ناس ما بتعرفش تشخص او تدي لك علاج وانت حر مع نفسك. احنا ما انا بقول احنا يعني احنا متبنيين حمل التويه في جمعيه اصدقاء معهد الاورام القومي،
الحملة دي موجهة للمرضى أو للناس، طب للناس موجهة برضو للأطباء، إن إحنا عندنا فترة شهر بنعتبره فترة شهر الذهبي، اللي لازم في خلال شهر المريض يبتدي يبقى متشخص مظبوط، واخد العلاج مظبوط وعلى بداية الطريق. في الأغلب مش هيبقى فيه أورام، بس لازم إحنا نبقى متنبهين. هل في علاج للأورام بدون جراحة بدون استئصال؟ في هي اورام الدم مثلا ما بتحتاجش جراحه، بتحتاج علاج الكيماوي. في اورام الانسجه الصلبه زي بتحتاج طبعا جراحه. الخلايا الجذعيه الان اعتقد قطعتوا فيها شوط كبير، ممكن يستفاد منها في علاج امراض يعني السرطان ولا يعني لسه؟ لا زالت طبعا في مصر الخلايا الجذعيه تحت البحث، وهي ليها استخدامات كثيره مش بس في السرطان، ليها استخدامات اخرى يعني، بس على مستوى العالم مش على مصر حتى فقط. على مستوى العالم لسه برضه قيد البحث. رغم ان ثوره يعني اعتقد انه ممكن اذا بدون شك بدون شك الورم متحدد في مكان محدد استئصل واستبدل بداله تحفيز بالخلايا الجذعية، أعتقد ممكن يجيب نتيجة على المدى البعيد. يعني هي لازالت هي الموضوع يعني قيد الأبحاث. طب السرطانات والأورام عموما أسبابها إيه؟ هي طبعا حتى الآن ما فيش سبب قطعي واضح يقول إنه يعني أنا مثلا هفتح الشباك وأنا واخد مش عارف حمام هيجي لي نزلة برد، بيبقى السبب واضح. السبب واضح تلوث عالي مش عارف هيجي مثلا حاجات في الجهاز التنفسي أو في الجلد، لكن السرطان حتى الآن ما فيش حاجة واضحة. أنا هقول لحضرتك، هو في أسباب وفي طرق للوقاية. طرق للوقاية تمام. فإذا قلنا إلى أسباب، نسبة من 5 لـ10% من السرطانات تبقى سببها عامل وراثي. يعني ايه عامل وراثي؟ يعني السرطان العائلي، السرطان العائلي يعني اكتر من فرد في العائله اصيب، حتى لو السرطان مختلف ومش شرط على فكره يكون الجين يعني او الماده الوراثيه مصابه، بس احنا بنلاحظ ان في الطبيب يتنبه ان في اكتر من جيل في الاسره عنده اصابه بالسرطان، وان الاصابات دي مثلا بتيجي في سن صغير، وان الاصابات دي ليها طبيعه معينه وليها اماكن معينه، فالطبيب يبتدي يتنبه يعني تاريخ المرض او حاله الوراثه. من الاسباب الاخرى في عوامل فيزيائيه مثلا زي التعرض لاشعه الشمس الضاره، تصيب من اشهر اسباب الاصابه بسرطان الجلد. في اشهر الاسباب طبعا التدخين زي ما ذكر في التقرير، من العوامل الكيميائيه. في العدوى اشهرهم التهاب العدوى طبعا التهاب الفيروس الكبدي بيوسيل طبعا يؤدي الى سرطان الكبد، وفي فيروس الورم الحليمي يؤدي الى سرطان عنق الرحم. هي اسباب مجتمعه يعني احنا بنحاول نتقيها قدر الامكان. المعهد الامريكي لبحوث السرطان قال ان في 4 طرق للوقايه بتقلل من نسبه حدوث سرطان بنسبه 60%. اولها نظام غذائي صحي. يعني تناول كميات كبيره من الفاكهه والخضروات والفيتامينات. تاني حاجه المحافظه على الوزن وممارسه الرياضه والامتناع عن التدخين. عند الاخذ بهذه الاسباب الاربعه ممكن نقلل من نسب حدوث سرطان بنسبه 60 لـ70%. دكتور احمد مصطفى استاذ جراحه الاورام ومدير جمعيه التوعيه بجمعيه اصدقاء الاورام، شكرا جزيلا لحضرتك. شكرا على وجودك. شكرا لك. هنطلع لفاصل قصير وبعدها نرجع. السلام والعافيه لكم.